الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين أما بعد የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአስ-ሱናህ ቲቪ ተከታታዮች ዛሬም ስለ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መውሊድ የሚናገረው ኪታብ 40 ሐዲሶችን የሰበሰበውን ኪታብ ከደረስንበት ለመቀጠል ተገናኝተናል። ወደ በስተመጨረሻ ጠቅሰን የነበርነው የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የውላዳ አመት ዓሙል ፊል እንደነበረ አንዳንድ ሐዲሶች ላይ يوم الفيل تولدوا يميل اندمتا يزهون كان بميل اندتكسا عربوش دقمو كان يميلون عندن نقزي عامت بميل اندميت تكامو باتكسن نبر يتلي ايو رواية وچنم تكسنل كالسوغار يتيازو عندن نتبوچن انستن ودمي كتلو فصل ان شاء الله نشاقا قرالن ولما تقدم من الآثار وغيرها مما يشابهها قال خليفة بن خياط في تاريخه المجمع عليه أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل كذب في تعلفتن آثاروش حديثوشن النسون تمركزن عندهم النسون يمساسلو من رجاوشن بمياز خليفة ابن خياط يتبالوت تعلق يتاريك مهور حافظ مناتشو محدث ناتشو يحديث لك ناتشو تاريخن اندزيهو يسعفوبات كتاب اللاتشو بتاريخ كتابات شولي منالو المجمع عليه أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل علماء تشولو يتسمع مبات نقر نبياتنا عليه الصلاة والسلام يزهون عامت لي عام الفيل لي مولدات شونو هلالو. وقال إبراهيم بن منذر الحزامي فيما رواه عنه الفسوي في تاريخه والذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وبعث على رأس 40 سنة من الفيل إبراهيم ابن منذر الحزامي يتبالو عالم دقمو الفسوي يتبالو تلك يا حديث مهور بتاريخات شولي بتاريخ مصحفات شولي اندزقبوت يسات شون نققر من يلالو إبراهيم ابن منذر والذي لا يشك فيه احد من علمائنا كعلماء اوتشاتشن است اندوم بهون ترطاري است يما يغبابت يما يتراطربت نجر نبياتنا عليه الصلاه والسلام عام الفيل اند تولدوا نو يا زهون عامت لاي من ولداتشون انديهم دغمو كزهون عامت ب40ኛው عامت دغمو نبيينت اند تسطاتشو ايهي اند معاليم يما يتراطربت غداي نو يلالو ونقل الإجماع على ولادته في عام الفيل خليفة بن خياط وابن عبد البر وأحمد بن الجزار انتهى اليوم يا علماء وشيقارس من نتند هنا بإجماع نبي عليه الصلاة والسلام عام الفيل من ولدات شون بإجماع يمي الرقاقت أن السندوشن خليفة بن خياط تك سوال هي بعلماء وشيقارس من نتنو بلو عندهم ابن عبد البرم عند زيهو تقسوال يا علماء وچن يقارا سمنت أحمد ابن الجزارم عند زيهو يا علماء وچن يقارا سمنت تقسوال مالتنا ونا ينيا نبي عليه الصلاة والسلام يتولدوت عام الفيل لين برا يزهون عمت مالتم أبرها كعبان لما فرس يزهون زهون يمي مرا سراويت يزومتو يعني زهون في اللفيت يمراو يمتا سراويت يزومتو نبرنا بزيا عمت لين ونبي عليه الصلاة والسلام يتولدو تميلو بقاراس من نتي سدك نقرنا يلالو. ونقل الحافظ زين الدين العراقي إجماع أهل السير على أن مولده كان في شهر ربيع الأول باستثناء رواية شاذة لا يلتفت إليها عند الزبير بن بكار. الحافظ زين الدين العراقي دقمو يا أهل السيرة يسيرة علماء أهل السير تاريخ يصافو ينبيون عليه الصلاة والسلام سيرة يصافو علماء ينسون سمن منت فوال تقصوال من بملو
የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዊላዳ የተወለዱበት ቀን ወሩ ረቢዑል አወል ነበረ። ረቢዑል አወል ወር ላይ እንደተወለዱ ሁሉም አህሉ ሲየሮች በጠቅላላ ተስማምተዋል። يعني የታሪክ ምሁራን በዚህ ተስማምተዋል። باستثناء رواية شاذة شاذة هنا يعني كإجماع كعلماء وشوس من نت ويمك النسو رواية يافنقطة عند زقابة بتشالة يام دقمو لا يلتفتوا إليها يهيكي زقابة دقمو بوتان ما يستطات ويم لا تعتبر مالتنا واعتبار إما يدرقلات رواية نج عند الزبير بن بكار الزبير بن بكار يزقبوتنو ያንንም ዙበይር ኢብኑ በካር ይሄንን ብቻ ዘግበዋል ማለት ሳይሆን እሳቸው ረቢዑል አወል ወር መወለዳቸውንም ዘግበዋል። ነገር ግን እቺ ሪዋያንም ተቅሰዋታል። ግን هذه روايه شاذة يعني ጠንካራ የሆኑ ሁፋዞች ثقاتዎች ከዘገቡት ዘገባ የخالፈ ያንን ሚጻረር ዘገባ ስለሆነ شاذ ይባላል ቦታ አይሰጠው ማለት ነው። وقال الحافظ الفقيه المفسر أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي اتفقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل. حافظنا فقيه يهنوت ديهم مفسر يهنوت أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله تعالى من لالو علماء اجتسمى من توال اتفقوا هلوم تسمام توال نبي عليه الصلاة والسلام سنوك أنما ولدات شون ورم دمو ربيع الأول اندهونا آمت دمو عام الفيل اندهونا هلوم تسمام توال لالو. وجزم ابن إسحاق فقال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول عام الفيل. ابن إسحاق دقمو جزم عدرقو ليلة ولتنيا سوستنيا رواية سايج أمرو بأرقت أن ينت نبي عليه الصلاة والسلام سنوك أن يتولدوت كأنهم دقمو أسره ولتنيا يربيع الأول وارق النبرة عندهم دقمو آمت دقمو عام الفيل يزهون آمت نبار بالأول. هي عندن دكا ما سووك يتولدو بتك أنكو خلاف اللو يالو سون لم وسوس لم مكرو سووك ملسمي هنا تشونو. وجزم الحافظ الإمام أبو حاتم محمد بن حبان فقال في كتاب الثقات ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. ابن حبان تلاك وحافظ كتاب الثقات بتبالو كتابات شولي من بلوال نبي عليه الصلاة والسلام يتولدوت عام الفيل نبر يزوهن عام تلي سنوكا عندهم يربيع الأول أسره لتنياك أن لا ينبرا يربيع الأول ور أسره لتكنات كان لفبها لا أسره لتنيا ولينو نبي عليه الصلاة والسلام يتولد تبلو هنا عندزيه بكتابات شولي كتاب الثقات بتبالو لي تكسول. ابن حبان صاحب السنن ناتشو يا السنن عندهم صاحب الصحيح عندنا علماء وشنهم صحيح ابن حبان نميوتنا يا صحيح ابن حبان يه كتاب بالبيت ساتشو ناتشو تلناك حافظ ناتشو نا ساتشو يهنن زقب والمالتنا يزقب بات كتاب كتاب الثقات يتبع لها كتابات شو لينو. قال الحافظ ابن كثير وهذا هو المشهور عند الجمهور. الحافظ ابن كثير من يلالو جمهور وشزند أبزن وشو علماء وشزند مشهور هنا وإيه هنا نبي عليه الصلاة والسلام عام الفيل يزهنا مثلي سنوك أن يربيع الأول أسره للتنياك أن من ولدات شو إيه جمهور العلماء إيه دبتنا بالأول. قلت إلى المؤلف فيكون مولده يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل هو المعتمد القائم على الإجماع. يا نبي عليه الصلاة والسلام يا ولادك أن يتولد بثك أن سنوك أن مهنو يا ربيع الأول وروست مهنو عام الفيل مهنو إيه المعتمد نو عندهم دمو يعني ما نن يوم سولي مركزهم يقبوا هنا نو القائم على الإجماع إجماع عندهم يتنتراسن إجماع لي يا علماء تيقارسن منثن يتنتراسن يقرن إيه بإجماع أول ما لثنا النجسوس نقروش سنيوك المهنو ورو ربيع الأول مهنو آمتو دمو عام الفيل مهنو ما لثنا. وكونه الثانية عشر
12ኛው ቀን መሆኑሳ هو ما يعينه الاثر يعني اثر قدم يتقسناቸው ከዚ ፍትም ያለፉት አثሮች በتعيين ከዚ ከ30 ቀኖች ውስጥ አንዱን ቀን ለብቻ تعيين አርጎ የለየው ነው 12ኛው ሚለው ويعضده جزم ائمه من الاوائل በፊት ከዚ በፊት የነበሩት አላላቅ አዋኢል መጀመሪያ ላይ የነበሩት ለልቅ ሁፋዞች አኢማዎች የዲን መሪዎች ጀዝም በማድረጋቸው በቁርጥ 12ኛ ቀን በማለታቸው ይህም ያግዘዋል ያጠናክረዋል ወሹህረቱል ሙንተሽረቱ እንዲሁም ደግሞ በሰው መሃል በሙስሊሙ መሃል የተንሰራፋው ራሱ የተሰራጨው ሹህራ 12ኛ ቀን ተወለዱ ሚለውም ራሱ فهو الذي يطمئن اليه القلب ويعرض عما خالفه ልብ ሚረጋበት ሚጥሚኢናን የሚያገኝበት ልብ ርጋታን የሚያገኝበትም ይሄው ንግግር ነው እንዲሁም ደግሞ ከሱ እሱን ከኻለፈው ንግግር ደግሞ ልብ የሚያፈነግጥበት ነው ልባችን ከሱ ኢላ ያለውን ቃል አይቀበለው ማለት ነው ለምን ሙዕተመድ አይደለም ብዙ አይማዎች የዘገቡት አይደለም ነገር ግን አንዳንድ የታሪክ መጽሐፎች ላይ የረቢዑል አወል 12ኛ ቀን ሳይሆን ሌላ ቀን ነው የሚል ተዘግቦ እናገኛለን ነገር ግን ሁሉም ቃል ሁሉ يعني የተዘገበ ነገር ሁሉ ትክክል ነው ማለት አይደለም አንዳንዴ የተለያዩ አይነት ነገሮች በአንድ ጉዳይ ላይ ሲዘገቡ ጠንካራው የትኛው ነው ብለን አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ይሄዱበት የትኛው ነው ጁምሁሮች ይሄዱበት የትኛው ነው ብለን ነው ምን ይዘው ለዚያ ነው ትልልቅ የሆኑ ዑለማዎች እንደነ አልሐፊዝ ኢብኑ ሒባን አልቡስቲ የመሳሰሉ ሌሎችም ዑለማዎች ይሄንን የጠቀሱት 12ኛው ቀን ነው ብለው የጠቀሱት ይሄ የጁምሁሩ ዑለማ قول መሆኑን ያስገነዝበናል ማለት ነውና እንደዚሁ በባዶ ሰውን ለማደናገር ብቻ አይ 12ኛ ቀን መሆኑ እርግጠኛ አይደለንም ስለዚህ የሞቱበት ግን 12ኛ ቀን መሆኑ እርግጠኛ ነን እናንተ መታከብሩት መውሊድን ሳይሆን የሞቱበትን ቀን ነው ይያሉ ተሽዊሽ የሚያደርጉ ሰዎች እነዚህ ሰዎች የዑለማዎችን ንግግሮች በደንብ ያላብላሉ ያልተረዱ ያልገባቸው ሰዎች ናቸው ምን በምን መልኩ ይወሰዳል በእንዲህ አይነት ጊዜ የትኛው ቃል ነው ራጂህ የሚደረገው ጠንካራ የሚደረገው ሚለው ስላል ተረዱት ተማሩ ነው ምንላቸው ዒልሙን በደንብ ወሰዱንላቸው አለን ከዚህ ቀጥለን የምንሄደው ወደ ቀጣዩ ፈስል ነው ፈስሉን አثራኒ في ذكري موضع ولادته وهل ولد مختونا او لا ايه ፈስሉ ደግሞ ሁለት ሐዲሶችን ያቀፈ ነው እነዚያም ሐዲሶች አثሮች የሚናገሩት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመወለጃ ቦታ موضع ولادته የተወለዱበት ቦታ የት ነው ሚለውን የሚገልጹና وهل ولد مختونا او لا ተገርዘው ነው ነብዩ የተወለዱት ወይስ አይደለም የሚለውንም ከዚህ መልስ ምናገኝበት ነው ማለት ነው ምን ይላሉ مؤلفو اخبرني المسند والسيد وعبد الرحمن ابن عبد الحي الكتاني حفظه الله بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام الحافظ أبي الفضل العراقي المسند السيد عبد الرحمن بن عبد الحي ناتشو ينقرواتشو نساتشو يهنن حديث كارتو باتشو مالتنا ونا نساتشو دقمو سنداتشون زرزرو اسكا أبي الفضل العراقي الرسالة رسوتال مولون سندان تقصوم تنشو رد بلن قال حدثنا أبو الوليد محمد بن عبد الله ابن أحمد الأزرقي قال ذكر المواضع التي تستحب فيها الصلاه بمكه كتتاسله قدايو ما يغبات سلالبن سندون نزللنا من يلالو كساتشو فيت يالوت ابو الوليد بفيت يالوت اسحاق بن احمد الخزاعي تبالوت ابو الوليد محمد بن عبد الله ابن احمد الازرقي نجرن من ميل قال هي كتاب لا يعلنه ذكر المواضع التي تستحب فيها الصلاة بمكة مكة وسط يعلو صلاة ميودد باتشو وطاوش إذا أبو تعالى بيسجد مستحب ميهون باتشو وطاوش بلو وما فيها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من ذلك يا نبي عليه الصلاة والسلام آثاروش يعلو بات يساتشو آثاروش ساتشو ينبرو بات موتا የተወለዱበት ቦታ ይመሳሰሉ እነሱን የሚያሳይ ይሄንን የሚያስተውስ ነገር ነው ፈስል ነው وما صح من ذلك كنذا ውስጥ ደግሞ صحيح የሆነው የትኛው ነው የሚለውን
የሚጠቅሱበት ቦታ ላይ ነው። قال ابو الوليد ابو الوليد منالو البيت الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يتولد بيت بوتا وهو في دار محمد النزين قري الصلاة مسجد النسوكا بلاي ويمزا بوتا لي مستحب ميون باتش بوتا وشناتش تبركا معلتنا بركة لما يسيبال كنزاوست عنده نبي عليه الصلاة والسلام يتولد بيت بيتي لالو وهو في دار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف يا دمو أهن محمد بن يوسف دار است ينبرونه محمد بن يوسف يتبعله سو بيت است ينبرونه محمد بن يوسف دمو يا حجاج بن يوسف واندمنه حجاج بن يوسف قصة ونقال بزو علماء وشن يقدر لما تفوسه ونبره كان عقيل بن أبي طالب أخذه يهنن بيت عقيل ابن أبي طالب وسدوت نبره وسدوت نبر عقيل ابن أبي طالب مالتي سيدنا علي واندم نبر أخذه حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نبيه عليه الصلاة والسلام ودى مدينة هجراء يدرغو قزي مكان لكه ودى مدينة سهيدو السمتو يعني نبيتي زوت نبره يا نبيه عليه الصلاة والسلام تولو بتي نبرهم بيت مالتنو وفيه وفي غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلزيه بيتنا سليلان بيتنا والنبي يالوت عام حجة الوداع يا حجة الوداع آمات لي يعني نبياتنا عليه الصلاة والسلام يمسنا بشا حجة للرقبت آمات لي بزيان جزي نبياتنا منالو مكة متى ونبرنا حين قيل أين تنزل يا رسول الله أنتو يا الله ملكتنا يتنو የሚያርፉታው መካ ሲመጡ የት ያርፋሉ ተብሎ ሲጠየቁ ምን አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قال وهل ترك لنا عقيل من طل عقيل من ማረፊያ ተቶልናልና የት እናርፋለን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يعني የት ቤት ነው የሚያርፉት ያሏቸው ጊዜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መካ ተወልደው ያደጉባት አገራቸው ነች እስከ 40 አመት ድረስ كزيان بلاي نبينا كتسطاچو بحالا دمو 13 عامت يقيو بات اگرنچ سبحان الله نغرغن بيتاچون ينبرو بتن بيت وسلو باچو سلانبره عقيل اساچو هجرا سيارغو لحج يمتو غزي حجه الوداع لاي ييت نو ميعرفوت يبالو عقيل ماج معرف يا تولننا هولون موسلوت يلم ويالو نبي عليه الصلاه والسلام قال نبينا عليه الصلاه والسلام كما تقول امتى بلوا على التقوتهم يا نبي صلى الله عليه وسلم تولت مالتنا قال فلم تزل بيده وبيدي ولده حتى باعه ولده من محمد بن يوسف كذا بهالا بعقيل الجلايق ويا يا بيت كسو بهالا دغمو لجو يا عقيل لج يعني البيت يا ذا كذا لجو لا محمد بن يوسف شطلت مالتنا لحجاج بن يوسف وندم يعني البيت شطلت فادخله في داره يعني البيت هي محمد بن يوسف يتبالو سو ولا بيتو استقاو ليلى بيت نبرو كذا غير عند لي اتقاللهنا ولا راسو اتقاللو اسجبو كغزاو بحالا معناتنو التي يقال لها البيضاء البيضاء يتبالج بيت نبرتشو ودسو استقاو يعني محمد ابن يوسف وتعرف اليوم بابن يوسف يا تشي بيت እስከዛ ጊዜ ድረስ እንግዲህ ይሄንን አثر ሚዘግቡት ሰው ናቸው ይሄን የሚሉት እስከዛ ድረስ دار ابن يوسف በመባል ተታወቃለች ያው የሙሐመድ ابن يوسف ቤት ስለሆነ ابن يوسف ስለሆነ የዩሱፍ ልጅ የዩሱፍ ልጅ ቤት በመባል ተታወቅ ነበር فلم يزل ذلك البيت في الدار حتى حجت الخيزران يا بيت بسوج ቆይቶ ነበር ከዚያ በኋላ خيزران يتባለችوا ملكام سيت ترو سيت أم الخليفتين يهولتو چو خليفاوش يموسى نا يهارون الرشيد يهولتو خليفاوش الناث نبرج خيزوران خيزوران لقبوانو يبالال يعني كسل سموانو يخير بروش متأم تود نبرا خيرات متأم تود سيت نبرج نا لزيانو خيزوران يتبالجو نا يتي سيت حج لما رقي متاش جزي من هذا الرقج فجعلته مسجدا جزاچونا مسجد ادرغچو يصلى فيه يمسجدبت ادرغچو واخرجته من الدار
ከዚያ ቤት ከዳር ኢብኑ ዩሱፍ ለብቻው ተነጥሎ እንዲወጣ አደረገችው። ያ ሙሐመድ ኢብኑ ዩሱፍ የገዛው ጊዜ ወደ ራሱ ቤት አስጠግቶት ተቀልሎት ነበርና ከዚያ በኋላ እሷ የገዛችው ጊዜ ግን ለብቻው እንዲወጣ አደረገች ማለት ነው። واشرعته في الزقاق التي في اصل تلك الدار يقال لها زقاق المولد ከዚያ በኋላ اشرعته ማለት ወደ መንገድ እንዲወጣ አደረገች ፊቱን ወደ መንገድ እንዲያዞር ለብቻው ከዚያ ዳር ከኢብኑ ዩሱፍ ቤት ወጥቶ ከሱ ግቢ ወጥቶ ወደ መንገዱ ለብቻው እንዲወጣ አደረገችው ያ زقاق ያ መንደር ወይ ያ መንገድ ምን ይባል ነበር زقاق المولد ይባል ነበር يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتولد بيت بيت السويا اللبت قودانا عند معلتنا يوست الوست منقرنا وزقاق مبالو بز ياسم تسيم ونبرنا النبي عليه الصلاة والسلام يتولد بيت بوتا اسكهن من رسي مكة سووش يقتل سوق الليل اهن ياهن سووش مكتبا بلو عدرقو سو سيمتا سووني أبار اللو كزاك كباي معلتنا وزيقا منم نقر يلمي لالو النبي يوزين يتولد سيبالو اي زيار اللم زيار اللم حديدي لالو والعياذ بالله يا نبي عليه الصلاه والسلام اثاروش يطفالو دمت ماطاچون يطفالو يكفاروچن اثاروش گن يطبقالو اندي هانلو سووش ناتچو الله كشراچو يطبقالنا سلا نبياچن عليه الصلاه والسلام مولجا بوتا يتنساو رستالالقم ان شاء الله كافتا قويتا بوحال نملسالن طبقون يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله روحي فداك الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. يقول المؤلف وقال الأزرقي سمعت جدي ويوسف بن محمد يثبتان أمر المولد وأنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة. الأزرقي من يلالو آياتي سيرو سمتشالو عندهم دمو ويوسف ابن محمد يوسف ابن محمد عنده سيل سمتشالو يثبتان امر المولد يا نبي عليه الصلاه والسلام ولاده بوتان يرغاغطو نبر وانه ذلك البيت يتولدوبت بوتا دغمو يا بوتا نو يا بيت معناته نو لا اختلاف فيه عند اهل مكه يا مكه سوتش زند منم خلاف يلم يا بوتا نبي عليه الصلاه والسلام يتولدوبت بوتا مهونو مؤلف منالو قلت جده هو أبو محمد أحمد بن محمد ابن الوليد ابن عقبة ابن الأزرق ابن عمر ابن الحارث ابن أبي شمير الغساني آيات سي لتفلق بات يهسونو مالتنو أبو محمد أحمد بن محمد تبالو سونو والذي بعده هو يوسف بن محمد بن إبراهيم العطار يوسف بن محمد مهننو سيارغا قدسة متشالو يالو يوسف ابن محمد ابن ابراهيم العطار نو مالتنو هي مجمرياو اثر نو ودا ሁለተኛው اثر سنهيد واخبرني المسند سيد الى المؤلف عبد الرحمن ابن عبد الحي الكتاني حفظه الله بقراءتي عليه بالاسناد المتقدم الى الازرقي الشيخ السيد عبد الرحمن ابن عبد الحي تبالوت عالم ناتشو نغروني ميلوت اني ساتشو لا يهنن حديث قرچي باچو يهنن اثر قرچي باچو يلالو سندو بعلفو سند اسكا ازرقي درس يمدرسنو قال الازرقي حدثني محمد بن يحيى يعني ابا عبد الله العدني صاحب المسند عن اخيه قال حدثني رجل من اهل مكه ميلالو ازرقي محمد ابن يحيى نغرني محمد بن يحيى مالت ابو عبد الله العدني نو يا صاحب المسند مسند كتاب يالو نو كوندمو نغرني لالو اسو كوندمو نغرني عن اخيه قال حدثني رجل من اهل مكه يقال له سليمان ابن ابي مرحب مولى بني خثيم يسو نغرني لالو قال حدثني ناس كانوا يسكنون ذلك البيت
ሰዎች እዛ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መወለጃ ቤት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ነገሩኝ قبل ان تشريعه الخيزران من الدار خيزران يتبالچو اسيت كزيا بيت ውስጥ አውጥታ ለብቻው አድርጋ መስገጃ ቦታ ከማድረጓ በፊት እዚያ ቤት ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ነገሩን ثم انتقلوا عنه حين جعل مسجدا كزيا مسجد هنا جيزي الناس زيا بيت ينوروا ينبروا سووش وديلا بوتا تشغاغروا قالوا منالو ان يسووش سمو انقدي هنن لا والله ما اصابتنا فيه جائحه ولا حاجه منالو والله با الله نملا لنالو زيا بيت بنبرنبت جيزي አደጋም ይሁን ችግር ገጥሞና ያውቅም ነበርሉ ሱብሃንአላህ እዚያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተወለዱበት ቤት ውስጥ ንሮ በነበረበት ጊዜ فاخرجنا منه قالوا ከዚያ ወደ መስጂድነት ሲቀየር ኸይዙራን መስጂድ ያደረገችው ጊዜ ከዚያ ቤት እንድንወጣ ተደረገን فاشتد الزمان علينا ዘመኑ ነገሩ እኛ ላይ እየጠናብን እየከበደን ሄደ ሱብሃንአላህ በላ ሙሲባ ተደራረበብን እዚያ ቤት ግን በመኖርበት ሰዓት ችግር መከራም ይባል جائحهም ይባል ነገር አጋጥሞና ያውቅም ነበርሉ ሱብሃንአላህ ያ የተባረከ ቤት ስለሆነ ነው وهكذا ذكر الحافظ المؤرخ الزبير بن مكار انه اي نبي عليه الصلاه والسلام ولد في الدار التي تدعى لمحمد بن يوسف اخي الحجاج بن يوسف يا اهو بزيان ጊዜ يا محمد بن يوسف بيت يا حجاج بن يوسف وندم بيت بتبالو بوتا عند تولدوا انيه تاريخ مهرم الزبير بن مكارم يهنن تقسوالو ونقله عنه الحافظ بن سيد الناس في عيون الاثر يهنن دغمو يا الزبير بن مكارم نغغر الحافظ ابن سيد الناس عيون الاثر بتبالو مصحفاتو لاي تقسوتال وقال الحافظ المؤرخ الحاكم ابو عبد الله تلاقو حافظنا يا تاريخ مهور أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك مالتنا الساتشو لقمو محمد ابن عبد الله نو سماتشو تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم ولد في الدار التي في الزقاق المعروف بزقاق المدكك بمكة وهي كانت بيد عقيل بن أبي طالب الساتشو ميلالو تواترت الأخبار أخباروش بتكلا لا متواتر هنا وال يعني بتام بزو 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 اخباروش سلمتو عندو عندون عندو عندون ياتناكرا بفصوم ستت بما يهونبت ملكو معناتنو انه صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام ولد في الدار التي في الزقاق بزيا زقاق المعروف بزقاق المدكك بمكه زقاق المدكك بمبال متتوقعو ازيا بوتا لاي لك النبي عليه الصلاه والسلام ولا جا بوتا بلا يتقسنو زقاق المولد بمبال يتتوقعال بمكة مكة وسط زيابوتان يتولدوت وهي كانت بيد عقيل ابن أبي طالب ياتي بيت دقمو عقيل ابن أبي طالب يزوات نبر وسدوات نبر بس اجري نبرتشو كدب نتقسنو كسو بوهالا دقمو ولي لجو تشقاقرا نبر كزياب بوهالا لجو دقمو لمحمد بن يوسف شطلت كسو بوهالا دقمو كرجم جزي بوهالا خيزوران قزتا ولمسجد النت عاد الرقاتشو كأيراتشو مالتنو وقال الفقيه الزاهد أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الغرناطي في رحلته عن مكان المولد وهو مسجد حفير البناء وكان دارا لعبد الله بن عبد المطلب أبي النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكره ومولده صلى الله عليه وسلم صفة صهريج صغير ساعته ثلاثة أشبار وفي وسطه رخامة خضراء ساعتها ثلثا شبر مطوقة بالفضة فتكون ساعتها مع الفضة المتصلة بها شبرا هنا دقمو الفقيه الزاهد أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الغرناطي أنيه عالي بن أتشو في رحلته سبا رحلة أتشون يتوازو باتشو وتاوتش የዘየሯቸው የጉበኙዋቸው ቦታዎች ያዩዋቸው ቦታዎች ሁሉ የከተቡበት ሪህላቸውን ይጻፉበት መጽሐፍ አላቸውና በዚያ ላይ ስለምን ይናገራሉ عن مكان المولد ስለ ነብዩ عليه الصلاه والسلام መወለጃ ቦታ ይናገራሉ አይተው ገብተው ሄደው ስለያዩ ማለት ነው وهو مسجد حفيل قالوا
ያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወነጃቦታ በጣም ትልቅ የሆነ ቆንጆ የሆነ መስጂድ ተደርጎ ተሰርቷል። ሐፊሩል ቢና ቢናኡ ከፍ ያለ ወብ ሆነ። ወካነ ዳራ ለዓብዲላህ ኢብኑ ዓብዲል ሙጠሊብ ያ ቤት ያ ዓብዱላህ ኢብኑ ዓብዲል ሙጠሊብ ቤት ነበረ። አቢ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም አባት ቤት ነበር። وقد تقدم ذكره الى له يا وذا كتاب لي كذي بفيتم تقسنال سلساتهم بتملكته الى له ومولده اي المكان اي البقعه التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام يتولد بات بوتا وراسه يعني كبيت اندغنا الفن دغمو بيت وسط دغمو نبي عليه الصلاه والسلام يتولد بات بوتا نساتشو በእጃቸው መዳፋቸው ነው የወጡት መሬትን ተመርኩዘው ልክ ሲወጡ ማለት ነው። ይሄ ያ ነብዩ የወጡበት ቦታ ሱብሃንአላህ እንግዲህ ያቺ ቦታ ራሷ ተጣወቃለች ማለት ነው ነብዩ የወጡበት ቦታ። ወመውሊዱሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱፈቱ ሲህሪጅን يعني على شكل بركه صغيره ማለት ነው እንደ ቢርካ ትንሽ የውሃ ገንዳ በሚመስል መልኩ የተሰራ ቦታ ነው። ያ ቦታ ላይ የሱህሪጅ ማለት የውሃ ገንዳ በሚመስል መልኩ ተሰርቷል ቦታው። ያው ከዛ በኋላ ነው ያ የተሰራው ማለት ነው። ሰጊሪን በጣም ትንሽ የሆነ አው ሰጊሩን ትንሽ የሆነ የውሃ ገንዳ ይመስላል። ንክ እንደመታጠቢያ ገንዳ ይመስል ሆኖ ግን አነስተኛ ነው መጠኑን ይናገራሉ። አሁን ሰዓቱሁ ሰላሰቱ አሽባር ስፋቱ 3 ስንዝሮች ነው 3 ስንዝር። ወፊ ወሰጥሂ رخامة خضراء مهال لا يدغمو ارنغواري هنا ابن برد الله ارنغواري يعني لونه اخضر ودا ارنغواري ميادلا ابن برد مهال لا يالله ساعتها يزج رخامه و صفاتها ثلثا شبرين يا عند شبر يا عند سنزر 2/3 نو يا عند سنزر 2/3 نو سنزرن 3 بوتا بنكفلو አንድ 18 ሴንቲሜትር 20 ሴንቲሜትር ቢባል አንድ ስንዘር 3 ቦታ سنከፍለው ያንዳንዱ ጁዝ 6 ወይም ደግሞ 7 አካባቢ ይሆናል። تقريبا ያቺ ሩኻማ ወስፋቷ 12 ሴንቲሜትር አካባቢ የሚጠጋ ማለት ነው። تقريبا ወደዚያ የሚሆን ነው ثلثا شبر ነው። مطوقة بالفضة ይቺ ሩኻማ በብር ዙሪያዋን በብር በፊضة ተከባለች ማለት ነው። ዙሪያዋን በብር አጊጣዋታል ያቺ ሩኻማ ያቺ ቦታ ነች ነብዩ ተወለዱባት ቦታ ሰለላሁ ዐለይሂ ሰይዲና ሙሐመድ። فتكون ساعتها مع الفضه المتصله بها شبرا الى له ከዚያ በዙሪያው ከተጌጠበት ብር ጋር አንድ ላይ سنናየው አንድ سنዝር አካባቢ ይሆናል። يعني وفر يا له ብር ዙሪያዋን ያቺን የሩኻማዋን ማለት ነው የ ابن بردوان ارنغواديوان ابن برد ياتشين زورياوان ببر بفضة اطرواتال ويم دمو زورياوان اكببو باتال كن برو بزورياو كان لو برر غار ابرن سنلكاو صفاتو عند سنزرا كابي يهونا ليلالو انجدي بوتا وراسو يا بوتا يتوقال مالتنو الله عالم اهون من ادرغوت اندهونا يا نغر الله ويسيرلم وانديلوش اثاروش اطفتوتال ويسال اطفوتم الله يوقو. وقال الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الله القيسي المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي في جامع الآثار في مولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة خير أرض الله عز وجل. ابن ناصر الدين يتبارك تلك عالم دقمو دمشقي حافظ ناتشو جامع الآثار في مولد النبي المختار የተባለ ኪታብ አላቸው። በዚህ ኪታባቸው ላይ ምን አሉ? ምንም ኺላፍ የለም አሉ። በዑለማው ዘንድ ምንም መለያየት መገጫጨት የለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መካ ውስጥ መወለዳቸውን። በዚህ ጉዳይ ላይ ኸይሪ አርዲላሂ ዐዘ ወጀል አላህ ከፈጠረው መሬት ውስጥ ምርጧ መሬት መካ ውስጥ እንደተወለዱ ምንም ኺላፍ የለም አሉ። وكان ذلك في جوفها بشرقيها يا بوتا يتولدوا بث بوتا دغمو يمكه وسطوا نو بشرقيها بمسراق اقطاجا بكل في الموضع الذي يقال له سوق الليل سوق الليل بمبال متتوقو بوتا لاي نو بقرب جبل ابي قبيس
وهو معروف عند الناس جبل ابي قبيس كتبالو غارا اقرابيا نو اسكاهم درس سوتش هيدو يزيرالو سباس غبواچوم انزا سوتش بيكلكلواچوم نغرغن يا بوتا معروف سلهونه سوتش يهدالو جبل ابي قبيس اتقب نو يميغنيو اقرابياو اسكاهم درس معروف نو وهو معروف عند الناس وكان دارا لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عبد المطلب بيت نبرا يا نبي عليه الصلاه والسلام ولاج اباتاچو فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه نبياچن عليه الصلاه والسلام ود مدينه هجره يدرغو غزي استولى عليها عقيل بن ابي طالب عقيل ابن ابي طالب يعني بيت وسده بقول بيت معناتنو نبيو طلو سلهيدو وقيل ان النبابالوش دمو هي ضعيف نو وقيل وهبه اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياچن عليه الصلاه والسلام بهبه ملك ستوتالم يميلم دمو الله ولم تزل مع ذريته الى ان باعها بعضهم لمحمد بن يوسف الثقفي كذا بهالا ذرياوچو كلجوچو است كذرياوچو است عنده الناس وجه لا نبرج كان الناس وسط عنده لمحمد ابن يوسف الثقفي اخي الحجاج ابن يوسف لسو شطلت معناتنا الى اخره يعني كذا ابو هريره اللهم اندزيو خي زوران يسرعچونم نجر زي لا يتقسوتال ثم قال كذا منالو زرت هذا المكان الشريف لالو يهنن يتباركن بوتا زير يالو بحمد الله تعالى والمنه الله تعالى مسغانا يقباونا بسو سطوتا بسو چروتا اغرتولين هيجي ينموتا زير يوالو هالو سمو بدم وتبركت به عندي هنا دغمو تبرك ما درك يالو بركه لا غني قصجي هيجي تبرك ادرك يبتالو خير اندي چمر لما حججت سنه 14 و800 حج ادركون غزي نو دمو يهن يدركوت عامتهم دغمو سنة 14 و800 بسمنت متو 14 هجرة لي نبرة يتلان تنار اللمهي بسمنت متو 14 هجرة لي يزاري 600 هايا منا منا مثق دماء مالتنو ودخلت المسجد المذكور يا هون ودى مسجد نتقير والبنال يعني مسجد يتتقصو مسجد قباهون ورأيت ما كان الميلاد الشريف يتولد بات بوتا ونم قدم يتقسنون عند سهريج يتسرى مهارو لا يدمو رخاما يلبتن يعني بوتا راسو هيجي ايهون يلو ورأيت مكان الميلاد الشريف وهو شامية محراب المسجد يا مسجد محراب كذي اوالا مسجدنا الله بيته يا مسجد محراب كمسجد محراب بشامك تأجابك كلنو إلالو كمسجد محراب بشامك تأجابك كلن ميقنو إلالو وبين المحراب بينه وبين المحراب شيء يسير له بسنا يتولد بثبوتا وبوقع عوام لثنو بسنا بمحراب مهكلت نشرقتني له وقد جعل عليه حجار خشب مربعا قصيرا من تلرقو بثال زيابوتا لي حجار خشب يعني بنجت يتسرى هنا حجار سيبال عند حاجز مالتنا كالكاي نجر ميقدب نجر عطر نجر تدرغو لتال مالتنا حجار خشبي يعني شيء يحجره لبتشاو يميكللو بانجت يتسرى مياقد نجر تدرغو لتال تكللو البوتاو مالتنا حجار سيبال دينغاي مالتنا انما اجاج يمياقد ويمي دمو يعني بوتا لبتشاو يميلي مالتنا مليا مربعا عرات ما ازني هنا قصيرا عطر يالا حاجز ترلقو لتا لزيا بوتا لي إلالو إهنان هيدو بعيناتشو يا يوسووش ناتشو نقدي ينقرون ياللوث الله إن يانم توفيق استأننا يان بوتا هيدن يمن زير بركان منا قنجبت الله يدرقن وهل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أو ختنه جده عبد المطلب نبياتنا عليه الصلاة والسلام تقرزون يتولدوت ويس آتاتشو عبد المطلب ناتشو يقرزواتشو أو ختنه جبريل عليه السلام وي سيدنا جبريل ناتشو يقرزوا اتشو اختلفت الآثار في ذلك بزيق الدائية تنايو آثارو تزقبوا
وقال الحافظ الحاكم أبو عبد الله ابن البيع في كتابه المستدرك الحاكم أبو عبد الله دمو ميلالو المستدرك بتبالو كتابات شولاي وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا زيني تواترت الأخبار سلو ولعل مراده أن الأخبار انتشرت ووصلتنا الأخبار دفعة بعد دفعة ليس المراد يعني التواتر الصناعي يعني بزو حديثوش بزو ملكومة التوال إنياقا بتلايو منقروش درسونا من رسول عليه الصلاة والسلام تقرزو عندهم دمو سراتشو مسرورا ولد مختونا مسرورا تبتاتشو تقورطو عندهم دمو تقرزونا ويتولدو يميلو بزونا بزو أخباروش درسونا يلالو تواترت سيلو زيبو تلايقن حديث متواتر نو لما لت فلقو ببت لا يهوني شلال ولكن تعقبه الحافظ الذهبي كذبها لا الحافظ الذهبي هنا نقول داي آلتك أبلوتم تعقب هذا الجوال في التلخيص بقوله لا أعلم صحة ذلك فكيف يكون متواترا هنا يزيهن نقر صحيح النت ألاوك أم يعني أنديت متواتر ليهوني شلال صحيح النت الرأس ألاوك أم أنديت متواتر ليهوني شلال بلو الحافظ الذهبي هنا تعقب هذا القبتل يعني هي نقر بزي ملكو عيو والسدن بميل ملكو مالتنا وقال الحافظ ابن كثير وفيما قاله أي الحاكم نظر الحافظ ابن كثير دبو الحاكم يالوت نقر لي نظر له يعني تنش أستيت لستبتي قبال لأنه لم يأتي من وجه يصيح مكنياته من صحيح بوهنا ملكو كوانا المتام وليس هو في شيء من الكتب الستة الكتب الستة ليس الدستوتشو كتاب وشلي بخاري الناس صحيح عندهم دمو السنن وشلي أرادت لي المتام عندهم بلو متواثر لهم شلال ولا أعلمه في غيرها من المسانيد الأصول مسارتك ميبالو مسانيدوش مسندي تبالو كتاب وشلو الناس لي راسو بزي ملكو المتام منا بمن ملكونو نهي متواثر لهم يميشلو بلو ساتشو متوقف هذا القوال بزي قدان للوش معو لماوش إيه النقر أستيتي ستوبتالو متواتر ليهون أي شلن بميل نقرقن إن شاء الله يتكاروتن علماء وشنا نقرقرنا ماج أرشا ليدمو يالون خلاصة ما التقاليا بميك أتلو درسات شلا إن شاء الله يمنا يهون الله تعالى سمتو كم يتكاموت يدرقن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله.